أخبار اليوم. اثنين منطوب، واحد هنا وواحد على الباب، واحد على الناحية اللي غاد كده، وواحد على دخلة الفندق. وبعدين لما صارت النسوان تزعق ويقول يا الله يا الله، صبوهم ومشوا. حد يصب من فوق؟ ما حدا اتكلم خالص. حضرتك اصلا منين يا فندم؟ انا من فلسطين 48. بقالك كم يوم موجود هنا؟ 8 ايام. طب حد ممكن يخوفك انك تيجي تاني؟ لا لا مش هخاف، هنيجي اكتر من اول. العمليه كلها استغرقت قد ايه تقريبا؟ الضرب مثلا كان خمس دقايق. اكل شويه، خمسه ونص، ما عيرناش على الساعه يعني. في الوقعه خمس دقايق بس، انت بتفتكريها ساعات لما الناس بتصرخ وبتعيط والنسوان كانوا على الارض نايمين الحريم ويبكوا ليه كده ليه كده ليه كده. صار الفوضى. انت كانوا موجودين فين لما هم خلفوا؟ قسم كان بالفندق وقسم الثاني كان بالباص. حضرتك كنت معدي بالصدفه ولا؟ انا لا، انا بستنى بالباص. فين الباص يا فندم؟ الباص هي ده ضل انضرب، جابوا لنا باص ثاني. الانسان باص راح فين يا فندم؟ مسافرين. مسافرين؟ حضرتك كنت خارج وشاهدت الواقعه؟ كل حاجه شايفها، كل حاجه. وده اللي قلت لك اياه هو اللي حصل. كان عددهم كلهم حوالي كام؟ هم 25 ملثمين ولا؟ حضرتك 25 ملثمين. عددهم ازاي 25؟ لانه سته كانوا جايين من هناك، السته الثانيين دول من ناحيه ثانيه، وسته كانوا واقفين هناك واللي معهم السلاح اجوا من الناحيه الثانيه من ورا. زي كده زي كده، حال زي كده اللي كانت مهمه عسكريه يعني عشان يخربوا البلد. ربنا يهد حيلهم وتحيا مصر.